اني طالب والله هي انه احنا نريد نتنازل عن منصب رئيس البرلمان مقابل رئيس الجمهورية حتى لا احد يوقع على اعدام الارهابيين. استاذ العزيز اريد انطيك موضوع. اليوم احنا عندنا في محافظة نينوى جميع اللي تم الاصدار الحكم عليهم سواء اعدام او مؤبد او جميع انواع الاحكام اللي صدرت بحقهم انا احكي لك اياها اذا احكي لك بخصوص الارهاب، انما بخصوص الدعاوى الجنائيه والغير هذه ماخذه مجرياتها، انما بخصوص الارهاب لا يوجد هناك حكم صدر بحق واحد ظلم، انما الاحكام اللي صدرت بحق الجميع اللي صدرت بحقوقهم هم كلهم ارهابيين. انا احكي لك اياها اللي قاعد نشوفه، شاكو واحد معتقل نعرفه هذا داعشي، يعني شلون راح يطلع؟ بس ما نعرف هاي العمليه منين جابوها النواب ومنين طلعوا لنا هاي فراره القضيه هذه. اخي والله العظيم شوف اليوم اذا رئاسه الجمهوريه ما صادق على احكام الاعدام، والله ذوي الشهداء ما يعفون من قتل ابنائهم، انا اقول لك اياها. ليش؟ احنا عندنا ضباط، عندنا قاده، عندنا نواب، عندنا مسؤولين، عندنا شيوخ عشائر، عندنا رموز، عندنا شخصيات دكاتره، يعني عندنا ناس اخذهم داعش قتلهم، يعني شنو هذا ذنبه؟ يعني هذا دمه يروح وهو الداعش باكر يطلع الام وتهلل وتزت فوق الشقليت؟ هذا منو يقبلها؟ هاي اهانه كرامه. هذه احنا عجل دماء الناس اللي قدمت زين اللي بيته تفجر واللي راح بيته واللي راحت اهله وناسه، يعني شنو هذا؟ لكن احنا للتوضيح شيخ اذا تسمح لي، مع ناس اذا اكو ابرياء هذا منتهين منها، لكن مو اني اروح اجيب اطلع لازم الا اللي 12000 صدر عليهم حكم الاعدام وهم ضمن سجلات داعش والله اعيدهم وخليهم هم يطلعون مره اخرى ويشكلون لهم قوات ويشكلون لهم خلايا ويقوموا يقتلون بالعالم. اللي طالب بهذول ال 12000 انا احكي لك اياها، اللي مصدق عليهم من قبل رئاسه الجمهوريه وموضوعهم منتهي هو لا يختلف عنهم، هو شريك معاهم، واللي دور رئاسه الجمهوريه هو يريد يطلع الارهاب.